النهارده جايين لدعم فخامه رئيس الجمهوريه والمؤتمر الشعبي العام لحزب مستقبل الوطن. طبعا احنا شايفين الترميم اللي حصلت في جنوب سيناء، الترميم اللي لو حصلت من 40 سنه كان وضع جنوب سيناء اختلف. دلوقتي عندنا الجامعات اللي كنا بنعاني منها، لان اساسا الطلبه كانوا عندنا بينزلوا المحافظات الثانيه عشان التعليم، فدلوقتي نرتاح. عندنا جامعه الملك سلمان، عندنا فرع لجامعه السويس، وطبعا شايفين الطرق وشايفين مدينه شرم الشيخ، النقله السياحيه العالميه اللي حصلت فيها، ودلوقتي طبعا التطوير شغال في مدينه دهب. فالترميم فلابد النزول والمشاركه لازم يكون ايجابي ما يبقاش سلبي، لدعم استقرار البلد ودعم استقرار الامن والامان لكل مصري. ونتمنى التوفيق للجميع يا رب، ونتمنى التوفيق لبلدنا الحبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد منصور سالم، شيخ كبيرة الصوالحة. النهارده احنا جايين نشارك ونأيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشواره التنموي، لأن سيناء حصل فيها تنمية في عهد السيد الرئيس ما حصلتش قبل كده، أهملت من 40 سنة، لكن النهارده في طرق، في جامعات، في مستشفيات، في حاجات حلوة كتير. كلنا معاك يا سيادة الرئيس. طبعا احنا هنا في مدينة شرم الشيخ من مدينة السلام في مؤتمر تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة الرئاسية المقبلة. بنقول له احنا وراك يا ريس، كمل مشوارك واحنا معاك دايما وراك وفي ظهرك، برغم كل الضغوط اللي مصر بتقابلها الا اننا كلنا وراك وفي ظهرك. مصر بإنجازاتها وبشعبها وبرئيسها دايما بخير، وان شاء الله بإذن الله المسيرة القادمة هتكون أفضل بإذن الله، وبدعمنا ليك مصر هتفضل أفضل بإذن الله وبمجهوداتك، وبإذن الله مصر آمنة ومستقرة على مر الزمن. احنا النهاردة متجمعين من جميع أنحاء محافظة جنوب سيناء عشان نقول كلمة واحدة، كلنا وراك يا ريس، كلنا في ظهرك يا ريس. موفق إن شاء الله في الفترة الرئاسية القادمة بإذن الله، مزيد من الإنجازات، عاوزين نكمل معاك، عاوزين تقدم كمان اكتر واكتر. كلنا شايفين على ارض الواقع الانجازات اللي عملتها يا ريس في خلال فتره زمنيه بسيطه، يمكن كم الانجازات اللي اتعمل ما اتعملش من 30 سنه فاتت.